التي ما زالت معنا. هكذا كان المشهد في الأسابيع الأولى لاجتماع المجلس الوطني التأسيسي في تونس. انتخب هذا الرجل المنصف المرزوقي رئيسا بأغلبية شبه كاملة، ودخل حزبه اليساري في ائتلاف حكومي مع حركة النهضة الإسلامية. يا أخي نتكلم بالشنوة، الرجاء نفهمه. الآن وبعد أقل من 8 أشهر يتبدل المشهد داخل نفس المجلس. الآن أنت الآن كرئيس مجلس تعمل تليفون لسيد رئيس الحكومة يأتي فورا، وإحنا ما نسولنا بصغار حتى جدا وخطة محمد. رئيس الحكومة سيأتي فورا، تعمل تليفون الرئيس السيد رئيس الحكومة سيأتي، وهذا هو رئيس الجمهورية. السبب هذا الرجل البغدادي المحمودي، آخر وزراء ليبيا تحت حكم القذافي، والذي قامت الحكومة التونسية بتسليمه دون علم الرئيس. الرئاسة قالت إن عملية التسليم بهذه الطريقة غير شرعية، وهو ما عارضته الحكومة التي يتولى رئاستها حماد الجبالي أمين عام حركة النهضة. النهضة دخلت على الخط وقالت إن عملية التسليم جاء بناء على حكم قضائي. أما حزب المرزوقي الذي يشارك في الائتلاف الحاكم فاعتبر ذلك تفردا بالسلطة. والآن نمر، وهو ما اقتضى تدخل المجلس الوطني التأسيسي الذي عقد جلسة استثنائية إثر مطالبة ثلث النواب بسحب الثقة من الجبالي. هذا التسليم من حق الحكومة ورئيس الحكومة، ومن حق رئيس الجمهورية أن يعلم بذلك، وقد تم وأعلم السيد رئيس مجلس التأسيسي بذلك احتراما له أيضا كتابيا، وأعلم السادة الوزراء وكتاب الدولة بذلك. لكن ذلك لم يمنع عاصفة من الانتقادات داخل المجلس. باختصار، ما جرى في رأينا هو تجاوز لروح القانون ولمبادئ الشرف والمروءة، ونستغرق كيف يكون بوسع من قام به أن يهرب من تأنيب الضمير. أن فريق الدفاع عن المحمودي مثلا لا يعلم بقرار التسليم، علم بقرار التسليم والتسليم والمحمودي في ليبيا، والأدهى والأمر أن رئيس الجمهورية لا يعلم، وطلعت علينا بعض المصادر يعني عذر هو أقرب للذنب فيما يخص أن السيد رئيس الجمهورية كان في الجنوب التونسي ولم يمكن الاتصال به. تصوروا يعني رئيس لا يمكن الاتصال به، ونتصوروا الوضعية في حالة أخرى. عملا رفعت جلسة المجلس التي تسيطر فيه النهضة التي ينتمي إليها الجبالي على أكبر عدد من المقاعد. مسلسل سياسي أكثر إثارة واحتداما من المسلسلات التصالحية التي عرضها التلفزيون التونسي حتى في فترات استراحة الجلسة الاستثنائية الصاخبة. مصطفى المنشاوي، بي بي سي.